وانا مبسوط وانا قاعد اشوف اللايكات والدعم الاسطوري 200 الف لايك واقرا تعليقاتكم الجميلة. فجأة شنو ابو فلة شفت اختك؟ ايش قاعد يقول هذا؟ والتعليق عليه لايكات؟ شو قاعد تكتبون هذولا؟ نضغط على الريبلاي. اختك محتواها حلو. هاي احترم نفسك. هاي والله انكم عائلة مبدعة. احب محتوى اختك اكثر من يا جماعه تجننوني. ايش اللي اختك ما اختك اخت ابو فله؟ ايش اللي صاير؟ اخت ابو فله اخت ابو فله اخت ابو فله اخت ابو فله ترقص على بسبوسه. ها اخت ابو فله كيف ما علمنا عليها؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مثل ما مكتوب بعنوان المقطع اخت ابو فله. انا ما ادري شو اللي صاير، لحد يسالني اقسم بالله ماني عارف شو صاير. فجاه في ترن طلع، قاعد اشوف الناس قاعد يراسلوني بالواتساب بالانستغرام بالتيك توك بالتويتر بيوتيوب. ايش في يا جماعه الخير؟ ترى كلمه اخت ترى ما احبها هذه، ترى ما تيجي بجمله ابدا، لا بجمله مفيده ولا بجمله غير مفيده. تضع كلمه الاخت بنتعارك. خلونا نشوف. قبل لا اشوف يا جماعه الخير زول اللايك والاشتراك ولا هم كل هذا. أنت تستطيع ميرتش أبو فلة تحت بالوصف، أقوى ميرتش بخامة أسطورية وبسعر أسطوري، والأهم يجمعنا كود. أنت تستطيع، تستطيع فعل كل شيء. المهم خلونا نبدأ. أوكي، أول نظرة بكون صريح وياكم، أول نظرة جدا تشبهني والله، ما شاء الله. يعني اول علامات الشبه ما شاء الله، الجبهه الكبيره ما شاء الله، الله يحفظ لها الجبهه والله يحفظ لي هالجبهه ما شاء الله، والله يسخر جبهتنا يا رب. ما في شنب ولحيه طبيعي هالشيء، هذا اكيد بنت، بس وشيء هو مو طبيعي بالنسبه لي. المهم خلونا نكمل الفيديو. هلو هلو يما، شفتي الفيديو اللي انتشر بتيك توك؟ فيديو اختي. لازم تشوفين الفيديو وتقولي لي، الموضوع صار كبير. خلنا نشوفهم ايش راح تقول. صار امي تشوف اللي قاعد تسوونه. لين ترجع تتصل امي علي، انا ما ادري والله فكره المقطع هذه غريبه، بس خلونا ندخل لان قوه مقاطع التيك توك هي بالتعليقات، الناس اللي موجوده صراحه، من ناحيه الكوميديا، من ناحيه المسخره، من ناحيه الاسلوب والالقاء. بسم الله. وهذا المقطع جايب 10,000 تعليق، اللهم استر يا رب، اللهم استر. كيف اخته هي اجنبيه؟ برافو برافو، انا ايش عرفني انا؟ ذي اخته؟ والله صراحه ما الومك، في شبه كبير صراحه. وين ابو فله؟ لازم يشوف. ابو فله موجود قاعد يشوفه، مصدوم مصدوم من تعليقاتكم. هي مو اخت ابو فله، بس هي معجبه بابو فله. الله يعطيها العافيه، والله كل احترامات وتقديرات يعني، والله مرحبا مرحبا. معجبه باخلاقه. ملاك ملاك، الرجال ما يعيب ولا جيبه. ومبادئه. تعليقات تيك توك مو طبيعية. لا خرسي اخته من ابوه لان هي السودانية وهي كويتي. احلى تحية لجميع الاوطان، بس يعني ما فهمت. عادي يمكن ابوي تزوج سودانية، ما تدرون. انا ايش فيني قاعد أأكد الموضوع، خلاص اسكت اسكت اسكت. منشن لابو فله، والله وصل لي، هذا ثاني اقوى منشن في حياتي يوصل لي. اول واحد كان لما ابو فله توفى، تخيلوا معي، الناس قتلوني فجأة. امي صارت تدق علي تقول لي ولدي انت عايش. ثاني اقوى خبر موضوع ان اخت ابو فله، ايش في ايش صاير؟ متى يتزوجوا؟ شو اتزوج اختي؟ انا بنجن يا جماعة الخير، انا بنجن. امي رجعي اتصلي علي ارحمني والديك، تأكدي لي من الموضوع. يعني تقول انها ام فله واخت ابو فله؟ هي قالت انها هي ابو فله او اخت ابو فله او شيء من الكلام. لا انا اشوف البنت يا اخي مسكينه. انتو ام فله وفله نفسها؟ لا كذا انا حسبت البنت قاعد تنزل محتوى مثل باقي الناس، وانتو هجمتوا عليها لانها تشبهني. لا هي كاتبه ام فله. هي كاتبه بالبايو ام فله. العين ما فهمنا، انت ام فله ولا اخت فله ولا شنو بالضبط؟ امي امي ترد علي، امي ايش قاعد يصير؟ باب الحاره شو نسوي بعد انتاج؟ حولك انت يا لا حول ولا قوه. رد علي امي، رد علي، لا ارتكب لا ارتكب الشيخ، لا تجيب العيد. امي ردي علي، والله امي شكلها قاعد تطبخ. مو فاضيه يعني، انقلع شوفي هذا. اوكي يما يلا مع السلامه يما. كل واحد يروح يبوس راس امه وابوه. حرك تعال، تروح تبوس راس امك، راح تبوس راس امك. ممتاز، تقعد تصير اللايك ممتاز. شريت الميرش الاسطوري اللي مكتوب عليه انت تستطيع. ممتاز، بس تمام الان نبدا المقطع. تخيل الحين ما سوى ولا شيء في الكلام.
على الاقل روح فوس راس امك. هذا المقطع اللي نزلته جاب 5.7 مليون. دايم. هاي يا بنات. او ماي جاد. وحشتوني ولا ما وحشتوني؟ جماعه صلوا على النبي. هي والله تشبهني 80%. درجة الوحش كذا. بيج بيج اكبر من راسي، اكبر من جبهتي، اكبر من حياتي، اكبر من كل شيء عندي في حياتي، اوكي؟ لا احنا عندنا خصله مشتركه نطقطق على الجبهه، هي تطقطق على الجبهه انا طقطق. لا شكلها مو بس نشبه بعض من الخارج، بعد من الداخل. البنات اكتبوا لي ابو فله ابو فله، انت ابو فله، انت ابو فله. دقيقة، الناس قاعد يسألونك انت اخت ابو فله مو ابو فله، يعني لو سمحتي كذا قاعد تهيني. انا رجل لو سمحتي، انا عندي كتف وعراء فيني علامات رجولة، يعني صحيح ما عندي شنب ولحية بس عندي على الاقل تضاريس رجل لو سمحتي. مرة قلت لكم انا امه. انت امي؟ طب انا اللي قاعد اكلم هذه منهم؟ رد علي، الموضوع صار مؤخر. رد علي امي، خلاص اترك الطبخ، الله يعطيك العافيه. رد علي يمكن انت مو امي. لا شكل امي منغمسه في الطبخ. الله يعطيك العافيه امي. انا الحين انا بسوي سكين كير. اوكي بس نطلع خلاص، سكين كير خلاص ومهمتي انتهت. خليني اشوف التعليقات. حاب اقول لكم ان هذه اخت ابو فله، يا حول ولا قوه الا بالله. طيب خليني اشوف التعليقات. هي قالت انا مو اخته، صادقه، اخت ابو فله متحجبه. اختي متحجبه مو متحجبه؟ ما لكم دخل بعائلتي كلها. ايش اللي قاعد يصير؟ لو سمحتوا عائلتي الثانيه انتوا على راسي من فوق، اشارك معاكم كل الامور. مقطع الاخير رسالتي للشخص اللي تنمر عليه، شاركت لكم اللي بقلبي ولا قاعد اشارك معاكم رده فعلي. بس انتوا عائلتي الثانيه، ما انتم الاولى. ها نظام المشاهير اللي صناع المحتوى، انتوا عائلتي اقول لكم كل شيء. حبيبي عندي اسراري مع عائلتي الاولى، احترمها يلي من عائلتي الثانيه. لو سمحت لا تجيب طاري احد من افراد عائلتي الاولى. اختي لا تجيبها من لسانك. متحجبه مو متحجبه شو تسوي؟ ما لك دخل. ترى اصلا ترى انجن والله كسر. كيف لما اكون معصب قوي صح؟ لهجتها فيها كلمات قريبه للسودانيه شوي، والله والنعم. انت كويتيه صح؟ لا صوماليه. ام فله قاعده تواجه نفس المشاكل اللي كان يواجهها ابو فله. تنزع التعليقات، انت من وين؟ اي جنسيه؟ ما ادري شو، ما لك دخل! لا والله تعليقات جميله يا اخي تجنن. تقصد اخوها في الاسلام، ابغاها تكون صاحبتي. كل توفيق يا استابلغاس. استابلغاس لا دقيقه، انا عارف اني جاي من العيد بالاسم بس المهم. جير ان هير 20. انت 20؟ انت اللي تشبهيني مو انا اللي اشبهك. انا قبلك اكبر منك 25 سنه، احترميني يا شبيهتي. ابو فله ذي فرصه لا تضيعها. استحيت. لا ما يصير كذي يا جماعه الخير، يعني ما يصير كذي، يعني انا محجوز، انا محجوز. امي حجزت لي خلاص، انا في ابواب الزواج يعني، فما يصير يعني صراحه ما يصير. هذه اخته من زوجته. اخته من زوجته شلون؟ شلون؟ اخته خلاص قاعد اسمع كلمة اخته كثير. سبحانك ربي، ابو فله ومطول شعره. او ماي جاد، ابنهم بيصير امبابي. اوكي حلوة بس لا تعيدها. مين ابو فله؟ والنبي حد يرد علي. ما تلم ما تعرفني على التفاهه هذه. ابو فله لقى زوجته. اي والله يمكن ما تدرو. ما دام اخوك ايش عنده ما يرد عليك. انا رديت مقطع. دقيقة قبل هاي المقطع برجع اتصل على امي، والله ممكن خلصت الطبخ ترد علي. هلا والله يما. هلا. شفتي الفيديو؟ هلا وليد. شفتي الفيديو؟ شنو هذا؟ شنو شفته؟ يقولون هذه اخت ابو فله تشبهه كثير. شنو ردك لكلام الناس؟ كثير قاعد يكتبون هذه اخت ابو فله، هذه اخت ابو فله، فشنو ردك لتعليقات الناس يما؟ والله ما اعرفها. انا والدتها بالغلط ونسيتها، ما ادري بس ما ادري. تاكدي يما، تاكدي. انا حتى بحث في جوجل، بحث في جوجل. شكرا.
ويما شنو العشاء اليوم؟ العشاء اللي تبينه راح اسويه لك. شنو تبي؟ اخ الله يحفظ امهاتكم والله مثل الام ما في والله. يما احبك وانا اموت لك يا وليد. الله يحفظك يا رب. ابي 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 رز، ابي رز ودجاج. خلصت رصيدي. اوكي السلام عليكم.